لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي إن شاء الله هنكمل السايت اللي احنا شغالين عليه كتطبيق الورد بريس. آخر مرة كنا وصلنا إن احنا نعمل السايت بشكل ثابت، اللي هي الصفحات بتاعة السايت نفسها. اتعلمنا إزاي نعمل الصفحات من لوحة التحكم، وإزاي إن احنا نعرضها هنا، وقلنا طبعا إن احنا الكلام ده سهل، نتحكم في تنسيقاته والكلام ده. دلوقتي بقى عايزين نتكلم في حاجة مهمة شوية، وطبعا اتعلمنا إزاي نعمل الجزء الخاص بالسلايدر وإن احنا نركب بلاجنز وكده. دلوقتي في جزء عندنا اللي هو الجزء الديناميك في السايت، اللي هو جزء السايد بار. احنا كنا عملناه بشكل استاتيك زي كده، قلنا ان احنا عندنا ديف اسمه نيوزليتر، وفي فورم خاص بالنيوزليتر نفسها، في جزء خاص بالاورجنايزر، وفي اللوجو تبع الاورجنايزر. النهارده عايزين نعمل نخلي السايد بار ده يبقى ديف او سيكشن بتاعنا يكون شيء متحرك، هو بيجيب الداتا بتاعته بشكل اوتوماتيك من لوحه التحكم. خلينا نقول ان ده سايد بار. جميل. ازاي هو هيجيب بشكل ثابت من عندي؟ انا اولا هعمل له ديف زي كده، واروح على السايت بتاعي في حاجه اسمها appearance، من appearance في sims ودي عرفناها اللي فيها القالب بتاعنا. بعدين في حاجه اسمها widgets اللي هي المربعات القوائم الجانبيه. الwidgets دي اشتغلت لو انا كنت عملت hint عنها قبل كده في الفانكشن، الملف ده قلت ان في ملف عندنا اسمه function، بعمل فيه فانكشن خاصه بالسايد بار، تمام، علشان يشغل لي ايه الويدجتس دي. فاللي ما تشتغلش عنده دي او يقول لك نو ويدجت او الكلام ده مش شغال عندك، بسرعه ترجع وتعدل الكود الموجود في صفحه الفانكشنز. تمام. قلنا في الفانكشنز تاني عندنا دالتين، داله خاصه بالسامبونيلز بتاعه البوستس، ودي هنشوفها بعدين، وداله خاصه بالسايد بار اللي احنا بنشتغل عليه النهارده. النهارده هنشتغل على الجزء بتاع السايد بار. هنعمل حاجه اسمها سايد بار زي كده، وهنروح نعمل ايه، هنجيب الكود ده جاهز، ما تحفظوش، سيبه عندك، تمام. اللي هو ايه، في فانكشن بيقول له الفانكشن اللي اسمها دايناميك سايد بار دي، تمام، اكزيست موجوده، والدايناميك سايد بار اسمه سايد بار، تمام، اللي هو سايد بار بتاعنا ده اللي هو نفس الاسم يكون موجود هنا. طبعا انت مش بتيجي جنب الكلام ده، خلاص هاتهولي، هو بيشغل بيجيب لك ايه السايد بار بتاعك هنا. بس بكل بساطه كده انا قلت له اي سايد بار او اي مربع من مربعات القوائم الجانبيه دول اللي هم الايفيلا والويدجتس دي كلها يتحط لي هنا في السايد بار، يظهر عندي فين في السايد، مش هعمل اي حاجه تانية. يعني هقول مثلا اقول له انا دي 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 كده عناوين الصفحات بتاعتي كلها. اه والله، طب هات لي الصفحات هتسميها ايه مثلا، فنسمي اي حاجه دي هنا بيجز مثلا، كويس، وهات لي السورتد سواء الاوردر او الاي دي او التايتل بتاع البيج، واكسكلود دي لو انا في صفحه معينه مش عايز تطلع هقول عليها، وبعدين بس ايه سيف. لو انا رحت للسايت شوف هنا مفيش اخر حاجه عندي الاورجنايزد. طب انا عملت ريفرش كده، قال لي ادي البيجز اللي انا كتبتها وادي كل الصفحات بتاعتك. طب ايه موضوع الاكسكلود ده؟ مش انا قلت عندي مثلا، خلينا نقول ان ده اللي هو الترافل اند شيبمنت، ده الاي دي بتاعه كام؟ بص تحت كده في على الشاشه، ده الاي دي بتاعه 16. جميل. ممكن اقول له اكسكلود اللي هو ايه رقم 16، تمام، وسيف. هاجي هنا اعمل ريفرش، تمام، هتلاقي ايه شالك الترافل اند شيبمنت اللي هي كانت فوق اللغه العربيه على طول، كل الصفحات موجوده ما عدا اللي الاي دي اللي انا اقول له ايه مش عايزه. طبعا لو عايز واحده ثانيه هعمل كوما واكتب الرقم الثاني اللي انا مش عايزه. جميل. طيب طبعا احنا خلاص اتعلمنا ازاي نتعامل مع الحاجات دي كلها. يعني انا دلوقتي لما اشوف الشكل ده واحب ارتبه سهل جدا بالنسبه لي، ممكن اعمل عليه انسبكت كده، كويس. الديف ده اسمه سايد بار، خليني ادوس على اي ديف عندي. كده تمام، هعمل كنترول ام كده وابدا اشتغل. هعمل اقول له عندي حاجه اسمها سايد بار، طبعا بكليك يمين انسبكت، تمام، وابدا اعمل الكود بتاعي كده بشكل وهمي في الكروم او في الفايرفوكس، بعدين اخد كوبي وبيست واحطه في الملف الستايل بتاعي. والله هنا هقول له اعمل لي مثلا بادنج 20 بكسل،
تمام سايدبار اهو بادي 120 بكسل. حاجة تانية الويتس بتاعه كام؟ المفروض ان هو يبقى زي النيوزليتر. النيوزليتر عندي كام الاول؟ ادي نيوزليتر 220، 220 من لغاية 200 ومارجن ليفت 10. طيب انا بس محتاج ال10 دول في ناحية الليفت، يبقى انا تقريبا محتاج نفس التنسيق ده. جميل كده، هاجي هنا خلاص هشيل البادنج، هي المارجن ليفت 10 هتعمل لي المسافة دي. لاحظ معايا تبدأ ايه تترتب الامور عندي هنا، وفلوت رايت تمام مفيش اي مشكلة خالص كده. انا ايه عدلت ايه الجزء بتاع ده. طيب بعد كده ممكن كمان اعمل له مارجن من ناحية الطب، هيبقى مثلا 20 بكسل. تمام خلاص كده زي الفل. طيب عاوز اتحكم في التايتل الموجود عندي ده، ماشي كليك يمين كده عليه واعمل انسبكت، قال لي اه ده جوه السايد بار، فتحت السايد بار قال لي بيجز على طول. طب انا عايز امسكه، عايز التايتل ده يكون ليه حاجه اتحكم فيها، والتانيين جايين داخل ايه يو ال ال ايز. حلو، طب انا ممكن سهل جدا اتحكم طبعا في ال اي، يعني ارجع هنا واكمل اقول له عندي لما يكون في عندي حاجه اسمها سايد بار في السايد بار، وابدا اتحكم في القايمه كانها قايمه عاديه جدا ايه بتاعتي، يعني يو ال وال اي بشكل عادي جدا. انا كده اقول له اليو ال ال اي دي تمام، ممكن تعمل لها البادينج بتاعها 5 بكسل تمام من كل ناحيه. طيب خلينا نقول 10 في 0. طيب حلو، 5 مع 0 تمام. دي أول حاجة. بعد كده خلينا تاني نقول، طيب أو ماشي أنا خلينا ألغي البادنج خالص وأعمل مارجن، والمارجن ده من البوتوم. جميل، هيبقى 10 بكسل تمام شغال معايا كويس. هنا في ادي 1 2 3 تمام، والصب دي الخاصه بالثانيه. يعني ايه الثانيه؟ لو انا جيت على القايمه بتاعتي لو بصيت على الصفحات في الاكزيتور انفو في منها صب ايتم، في ليها صفحه داخليه، يبقى انا لازم اقول له ايه؟ اقول له ان السايد بار ده الايه مظبوط كده، اللي هو ان انا هقول له ال ال اي يو ال اخفيها لي الا اذا انا هوفر عليها، او لو انا مش عايز اظهرها يبقى خلاص. يبقى انا اقول الديسبلاي بتاعها بايه؟ الديسبلاي تمام هيبقى بلوك. معلش البلوك دي في حالة احنا هنجيبها، يبقى المرة الديسبلاي هيبقى نم تمام، يبدأ يظبط معايا ايه؟ بالشكل ده. جميل جدا. طيب انا كده ظبطت ايه ال ال اي وشلت خفيت السب منيو بتاعت السايد بار. بعد كده هتكلم على الايه شويه، ممكن اقول له ان التكست داش ديكوريشن تمام ده هيبقى نن كويس. ممكن كمان اتكلم على الكلر تبع الخط جميل، الكلر بتاع الخط ممكن اتكلم فيه كويس دي من ناحية تانية تمام. ممكن أتكلم على الفونت داش فاميلي تمام زي ما احنا شايفين كده. جميل، طيب كده أعتقد كافي ال10 بكسل دول كتير شوية، ممكن نخليهم 5 كافي. حلو أوي تمام كده، انا محتاج ايه اتحكم في ده. طيب هاخد كنترول سي من دول الاول وارجع للملفات بتاعتي على ملف الستايل شيت، واعمل كنترول ايه لملف الستايل شيت، كنترول في كنترول اس. كده انا ايه الجزء ده كله ضفته انا في الكروم وجبته جاهز معايا. هرجع بقى للسايد بار، انا طبعا عشان اتحكم في اللي جوه هنا مفيش اي حاجه اتحكم فيها احدد ان ده في الاول او ده في الاخر او الكلام ده، فمحتاج ايه؟ محتاج ان انا اروح على الفانكشن. هنا بيقول لي في حاجه اسمها بيفور ويدجت، حاجه اسمها افتر ويدجت، حاجه اسمها بيفور تايتل، حاجه اسمها افتر تايتل. يبقى التايتل ده الخاص بالعنوان بتاع الويدجت او المربع اللي هيطلع معايا ده اللي هو البيج. طب انا عاوز قبله ايه؟ والله انا عايز بيفور ويدجت اللي هو قبله، عاوز اعمل اتش1
جميل. طيب افتر ويدجت، بعد الويدجت والله اقفل ال H1 كده كويس. انا كده عملت معلش، انا مش افتر ويدجت، افتر تايتل، يعني بيفور تايتل وافتر تايتل كده. يبقى انا عاوز ايه؟ عاوز بيفور تايتل اعمل H1 وافتر تايتل يبقى قفلت ال H1. تعالى نرجع تاني هنا ونعمل ريفرش. جميل جدا، التنسيقات بتاعتنا دي موجوده. بس نرجع بقى نشوف ال H1 دي اشتغلت في ال HTML ولا لا. قال لي اه كده اصبح عندك UL وعندك H1. حضرتك تقدر بقى ترجع على ال CSS وتبدأ تشتغل على ايه، حاجه اسمها سايد بار مسافه ايه H1. طبعا اعمل فيها كل اللي انت عايزه بقى، خلاص اشتغل عليها CSS عادي جدا، ما عندكش اي مشاكل. يعني اقدر اقول الكالر بتاعها مثلا كده، لاحظ اشتغل معايا ازاي. اقدر اقول له الفونت داش سايز 20 بكسل، مفيش اي مشكله عندي، اقدر اتحكم فيها بشكل عادي جدا. اقدر اتحكم في المارجن 10 بكسل وليكن، واضح. يبقى ايه بالطريقه بتاعتنا دي اقدر اتحكم في كل اللي انا ايه عايزه في السايد بار. طبعا بعد ما بخلص ده اقدر اكوي بيست وادي هناك بالشكل العادي بتاعي. طيب خلينا نرجع هنا نقول له ان الفونت بتاعنا 16 كويس، والكالر بتاعنا مثلا 0.900 كافي. وبرجع تاني على الكود في ال CSS وبشيل المكود وبعمل ايه كنترول في واعمل لاصق للكود الجديد بتاع ال CSS. ده كده بشكل دايناميك اي حاجه تنضاف عندي هنا في الصفحات تبدا تظهر معايا ايه. طبعا انا خفيت الصفحه الصب اللي هي موجوده هنا، واقدر اظهرها بنفس الاسلوب اللي احنا كنا بنتحكم فيه في القوائم بتاعتنا، ونقدر نعدل ايه ونظبط الشكل زي ما يتناسب معانا. تمام. طيب معنى الكلام ده ايه؟ ان انا لو رحت قلت له مثلا هات لي اي حاجه تاني بقى من الحاجات المتاحه عندي، وليكن ان انا عندي حاجه خاصه بالكاتيجوريز. لو انا عندي كاتيجوريز، اه والله هات لي الكاتيجوريز اللي عندك، هعمل سيف تمام، وبروح اعمل ريفرش. بيقوم يقول لي الكاتيجوريز اللي عندك بنفس التنسيب، اخلي بالكم اهو، يعني ده بدا يطلع كده. ارجع تاني معلش، يبقى اللي يجي بعده بنفس ايه الاسلوب. طيب قال لي ان هو ان كاتيجورايز، ما عندكش كاتيجوريز. طيب انا الكاتيجوريز دي اتحكم فيها فين؟ عندي حاجه هنا اسمها البوستس، منها كاتيجوريز اللي هي ايه الاقسام اللي عندي في السايت. ممكن اعمل اي كاتيجوريز عندي، وليكن مثلا هنا في خلينا ايفنتس احداث مثلا ملهاش بيرنت. اوكي اد. في عندي تاني مثلا خلينا نقول عندي نيوز، انا بس هعمل حاجات بشكل ضمي تمام. في عندي كمان ليتست بروجيكتس، جميل. وليكن خلاص هعمل هنا ريفرش، هلاحظ ان انا ما عنديش غير الكاتيجورايزد اللي هي ايه، هلاقي فيها واحد بوست لكن دول لسه اصفار. طيب انا هاجي على الاول بوستس كده واعمل بس مجرد تيست. خلاص انا الهلو وورلد دي ممكن اعملها احولها اعملها كويك اديت، واقول ان هي مش تبع الانكاتيجورايز، دي هي تبع الليتست مثلا بروجكتس، واعمل ابديت. وهنا هعمل ريفرش عادي تمام، هيبدا يشيل الانكاتيجورايز ويكتب الليتست بروجكتس وهكذا. اي حاجه لو انا جيت عملت نيو بوست ان انا اعمل تدوينه جديده تمام، مثلا هقول ان دي مجرد تيست بوست تمام، واقول ان دي تبع مثلا ايفنتس، واقدر طبعا اشركها في اي حاجه ثانيه. يعني اقول ان هي تبع النيوز واعمل ببلش، وهنا هعمل ريفرش. اه يبقى يشتغلوا معايا بالشكل ده. يبقى انا كده اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل ايفنتس، اقدر اعمل اقدر اصب اعمل السايد بار بتاعي، واقدر اجيب البيجز الكاتيجوريز، وطبعا اقدر استخدم باقي الحاجه الموجوده عندي. لو انا رجعت للويدجتس تاني، خلينا نقول ان انا عندي مثلا لو في كومنتس، لو في مثلا سيرش، لو في اي حاجه، خلينا نجيب السيرش مثلا الحاجات المهمه برضو عندنا هنا كده. ممكن اقول له سيرش اور ويب سايت، جميل، وهعمل سيف.
يبدأ هنا يشتغل. لما أعمل ريفرش كده يبدأ يطلع معايا إيه بالشكل ده، سيرش فور وأدي الكلمة وبعدين سيرش. طبعا لما باجي أعمل كده بيبدأ يحولني على صفحة السيرش نفسها، واحنا لسه مش ايه مش مجهزين لها، بس بنفس ايه الاسلوب بتاعنا ده. طيب لو احنا جينا نفتكر احنا في الاي ويب ارتس، اعتقد يا لينك هنا مش لينك، طيب الاي ويب ارتس تمام، شايفين الشكل ده؟ فهو نفس الطريقه بالظبط، اللي هو ايه معمول جزء خاص بالصفحات، جزء خاص بالنيوزليتر، جزء خاص بالبوستس. ده طبعا كود اللي هو العادي خالص. لو انا باجي هنا وانا عندي HTML تكست، انا بجيب التكست بتاعي وبركبه ايه في المكان ده. يعني انا هنا جيت قلت له ايه ان انا عندي فيسبوك كده، نفس الكلمه اهي فيسبوك، وجبت الكود بتاع الفيسبوك وضعته هنا بالشكل ده، هيبدا يطلع معايا. الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي مشاكل، محتاج ان احنا نتمرن عليه كويس ونبدا ايه نشتغل عليه.